السلام عليكم شباب، ان شاء الله الجميع بخير. اليوم جيناكم بفيديو جديد. راح اركب اليوم سيستم صوت ضخم لسيارة فورد فوكس، ركبنا لها بفيديو سابق براديو اندرويد مع كاميرا خلفية. اللي حابب يشوف الفيديو راح احط له رابط تحت الوصف. اليوم راح اركب له سيستم صوت ضخم اللي هو عبارة عن دبل سبوفر، مش سبوفر واحد، دبل سبوفر مع امبليفاير، سماعتين 6x9. هذا كل سيستم راح يركب هون. راح اتعرف على السبوفر الاول اللي هو راح يكون محور حلقتنا اليوم، اللي هو هذا السبوفر الغريب العجيب. هذا السبوفر من نوعية ايتون، هذا افضل حل للناس اللي حابين يكون عندهم سيستم صوت قوي بالسيارة، صوت رهيب وما حابين يخسروا من مساحة الطبون. هذا السبوفر بيكون مخفي، بيركب على الدولاب الاحتياطي اذا كان موجود عندك، وبيركب مكان الدولاب الاحتياطي اذا ما كان عندك موجود دولاب احتياطي. له كثير ميزات هذا السبوفر، هاي احدى اهم ميزاته انه ما بيحتاج اي مساحة بالطبون. الميزة الثانية انه هذا اكتيف سبوفر، ما بيحتاج مضخم، مضخم منه فيه. عندنا الميزة الثالثة اللي هي كباله كلها بتيجي معه، من كبال الطاقة 12 فولت، كبال ال RCA، كابل الريموت، وعندنا هاي الشكة بنوصل من تحت مكان البفل، مكان السبوفر عفوا، الى شكل يعني طريق وصله جدا جدا سهله، اللي هي عباره عن كبال RCA ريموت. وفيه ميزه حلوه كمان، فيه مخرس فينا نوصل عليه سماعتين زياده، بس ولكن احنا ما راح نوصل عليه سماعتين، راح نتركهم فاضيين. هذول كبال السماعتين اذا حابين نوصلهم. وطبعا فيه ريموت كنترول، هذا فينا نتحكم احنا بدرجه الصوت، قوه البيز، درجه الميجا هرتز، ونوعية الصوت اللاو والهايت والميد. هذا كل فينا نتحكم فيه، فينا نحطه عنا عند مقعد الشوفير، نتحكم احنا بالصوت من قدام. هذا 300 واط قوته، بيعطينا 200 ارامس. طبعا المهتمين بموضوع الصوت والسيستم والسبوفر هالحكي هذا بيعرفوا شغلات سبوفر 300 واط قوته بيعطينا 200 ارامس. على سبيل المثال هذا السبوفر 1200 واط بيعطينا 300 ارامس، بينما هذاك 300 واط بيعطينا 200 ارامس. شوفوا الفرق. هذا شو معناته الحكي هذا؟ معناته انه صرف كهرباء اقل، عمر اطول للبطاريه، صوت قوي ورهيب داخل السياره. وهون عن السبوفر الثاني زي ما قلنا من نوعيه جي بي ال غنيه عن التعريف، 1200 واط بيعطينا 300 ارامس. طبعا اللي بيميز هذا السبوفر انه بيشتغل على 2 اوم وعلى 4 اوم. طبعا هاي المهتمين بموضوع الصوت كمان يعرف شو الفرق انه بين 2 اوم و4 اوم. وعندنا هالامبليفاير، الامبليفاير من نوعية اكسلابور 2000 واط، 4 مخارج. هذا راح نشغل عليه السبوفر جي بي ال والسماعتين. السماعتين 6x9 راح نبنيه هون، هذا الغطاء راح نشيله، هذا بيجي مع سيارات الكومبي والستيشن ما بينفعنا، راح نشيله ونركب مكانه هون ستاند، نفصله على مقياس السيارة نفس الزوايا، بركب عليه سماعتين 6x9 من نوعية سوني، كل سماعة 450 واط تعطينا 45 ارامس. فخليكم معنا شوفوا طريقة التركيب، شلون راح يطلع الفينش تاع السيستم هذا، كيف راح تطلع النتيجة بالاخر. لازم نثقب ثقب هالقومي هاي، ندخل منها خط الكابل 12 فولت اللي راعي السبوفر. هلا احنا في طريقه ثانيه اسهل فينا نعمل الحركه هيك بيطلع معنا هيك، بس هاي الشغله انا ما بنصح فيها. اذا حصلنا الكابل بين القومي والصاج بيطلع شارع علي، ممكن مع الايام الكابل يتاكل وممكن يصير في كونتاكت مع الصاج تاع السياره يسبب مشاكل. فالافضل نثقب ثقب صغير هون بالقومي هاي وندخل منه الخط، وهالقومي طبعا بتمدد، يعني بس دخلنا فيها الكابل مستحيل تدخل، لا ريحة دخنة
ولا حرارة على السيارة. هيك اليوم معك كمان الطاقة صارت قليلة عندنا قبل السبوبر الجي في ال والمضخم الصوتي اللي بيروح عليه، وهذا الكابل قلنا للاكتيف سبوبر الايكون اللي يركب مكان دولاب احتياطي. انا ما طلع له الثقل بالاحتياط حراري بيكون اضمن حمايه لهم، ثبتهم هون مضبوط وننتقل لجوا ان شاء الله. خلصنا كبال ال 12 فولت، شوفوا طريقة التثبيت، وربط كله ومثبت جيد، ما في قوابل عشوائية، داخل من الكومي هون، وركبنا الفيوز جوا، رح نصل على البوس هلا، كل شي رح يكون تمام، ضل علينا نسحبهم من هون، طالعين رح نسحبهم هيك، مشينا على كنار السيارة. نجيب اللور على الطبون مكان الامن الفعلي هون يا جماعه الخير. بعد ما بدينا كبال الكهرباء زي ما قلنا على الكنار هاد داخلين من جوا على الكنار هاد، ماشيين على طول الخط، طلعناهم الطبون. طبعا كبار الارسي مديناهم من الطرف الثاني افضل، لانه فاتت الجدله هنيك جدا واسعه، فاتت الجدله جدا وسيعه، فمدينا كبار الارسي من هون على الكنار هاد. هون على الكرسي هنيك نوصل عليهم الامن الخير نكون جاهزين ان شاء الله. جماعه الخير الفنيش الداخلي بعد ما وصلنا الكبال، شوفوا ما في شيء ظاهر، كله راكب محله، كله تمام، التوابل من وين جاي ما حدا بيعرف الا اللي ركبها رب العالمين. خدنا كبال الارسي جبناكم من هون، ما في شيء توابل ظاهره، كله مسكر طابق مكانه تمام. هون برضه نفس العمليه، كله راجع محله. الكبال مديناه من تحت طالعين هو، شوفوا ما في اي كوابل ظاهرة، كل شغل مرتب. هون يا جماعة يعني ها شارفنا على الانتهاء، ركبنا اول سبوبر مكان الدولاب، هذا القفل تبعه اما عليكم صاروا جاهزين للتركيب، نوصلهم وان شاء الله امورنا جاهزة. شوفوا السماعات بعد التركيب ما احلاهم، شيط تبع الزاوية هون برضو نفس الشي، حطينا لهم سنتين عشان يصلوا ساكتين افضل. تحته راح يجي السبوبر، ضلينا نوصل الكبال تبعهم ونكون جاهزين ان شاء الله. وهاي يا جماعه بعد التركيب غيرنا منظر او غيرنا مكان الامبليفاير، بدل ما ركبناه على الكرسي ركبناه بهالجنب هذا، بالكرسي داينا بالكبال من تحت فشفنا هون افضل، وحطينا كبل الريموت كنترول هون فينا نتحكم بالصوت ايمت ما بدنا. شوفوا الجماليه، الطبون فاضي فيك تستخدموا الطبون ايمت ما بدكم، حطوا اي اغراض من دون ما بيضايق. وهي السماعتين قلنا سوني 6x9، كل سماعة 450 واط 45 RMS، كوابل ظاهرة ما في. شوفوا من الداخل كوابل ظاهرة ما في،
كله مرتب كله منسق. ضل علينا نوصل هلا اقبال البطارية ونكون جاهزين ان شاء الله للتركيب. يا جماعة الصوت رهيب، الصوت رهيب، وكل هالصوت هذا اللي شفتوه وكل هالقوة هاي من سبوفر واحد صغير راكب هون مكان الدولاب الاحتياطي مخفي ومش مبين. هلا ركبنا السبوفر تاني وراح نشوف قوة الصوت مع النتيجة. طبعا في ميزة نسينا نتكلم عليها اللي هي خلينا هذا المؤشر للسبوفر الكبير يتحكم بصوت البيز، وهذا المؤشر للسبوفر الصغير كمان يتحكم بصوت البيز. وقت بدنا نخفف البيز او بدنا نلغي سبوفر من السبوفرين ما في داعي نروح نفك الكابل تبعه، فينا هذا نوصله على الاخير وهذا نعطيه صوت، او بالعكس او الاثنين مع بعض ما في اي مشكلة، هيك بيكون افضل واسهل لصاحب السيارة. We'll be right back.